صاحب الجلالة يا صاحب الجلالة ماشي تشوف المسالة ماشي تشوف المسالة يا صاحب الجلالة ويا صاحب الجلال المسالة يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ماشي تشوف المظلومين ماشي تشوف المظلومين يا أمير المؤمنين ويا أمير بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون السلام عليكم وتنشكركم على التواجد ديالكم. المهم لهذه الوقفه ديال الوقفه اللي دايرين دابا حنايا السبب ديالها هو تملص المدير العام تطبيق الميثاق الاجتماعي اللي سنين معاهم حنايا من 2016. يعني وهذه مده حنا ما وقفنا ما درنا اضرابات ما حتى شي حاجه. يعني كانت الامور غدا عاديه، يعني باش طالبنا بانه يطبقوا ويجيبوا لنا الشريك الاستراتيجي ديالنا اللي وعدنا به ولا جميع الحقوق ما بغاو يتملص منا، وهذا ماشي معقول. يعني عائلات كاينه هنايا مسؤوله عندها وليدات عندها كريديات عندها داك، باش يجي يقولوا ما يطبقش الميثاق الاجتماعي شنو باغي هاد السيد؟ هذا ما عرفناش. يعني هذا واحد التماطل منه اللي هو ماشي مقبول، والناس راه غادي تدافع بجميع القوه ديالها حيت هذا هو الملل ديالها. فين غادي يجيبوا الناس المصروف ديالهم؟ واش نمشيو نسرقوا ولا شنو نديروا باش هو يبقى على خاطره؟ يعني ما التزمت كاداره، الاداره راه خصها توفي بهذاك الشيء ديالها. دابا حنا ماشي غنتواصلوا، حنا عندنا الميثاق ديالنا من سنين خصو غير يطبق. تواصلنا راه لمده سنين هما يا كاسين تقادوا داك الشيء، دابا خص الميثاق يطبق. هو اللي ما بغاش يطبقوا، يعني لا فوت فيه ماشي فينا حنايا، وحنايا باغيين نخدموا على وليداتنا. هذه الوقفه هذه مجرد انذار واخبار لهم بان الناس راه قادة دير اي حاجه. هذا هو مجرد تبليغ لهم، وما شنو غيوقع راه المهم مع المده غيبان. توقيع الميثاق الاجتماعي يطبقون على ارض الواقع. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.